واحنا ايضا نشكر كل من تواصل معنا من خلال حملة برنامج كورة كلا لإطلاق العيارات النارية، واللي رسلوا مقاطع فيديو وعرضناها وبها ما عرضناها بالحلقات السابقة. فعلا الموضوع خف والظاهرة قلت، وعدنا ايضا بعد فقرة السيلفي دعم لأسود الرافدين. نشوف فقرة السيلفي ولا نعود؟ أسود الرافدين، احنا كنا ننتظر من عندكم الفرحة، لان انتم راح ترسمون البسمة وتوحدون هذا الشعب وتوجهون رسالة لكل العالم ان العراق بعده موجود. يا رب ان شاء الله تجيبون الكاس وياكم وابجطين عليكم. كل الحب والتوفيق الى اسود الرافدين في المهمة الآسيوية الجديدة، وان شاء الله يا ربي يكونون منتخب يمثلون العراق خير تمثيل، وهم قدها وقدود ان شاء الله. ننتظر منكم الافضل والافضل ان شاء الله. يا عراق انت معجب الدنيا، حتى بلعبك هم ملوحة، شعبك مجروح وينتظرك من تفوز الطيب جروحة. وفوزك توحش شعبك، وفوزك توحش شعبك، وبفوزك توحد شعبك. كلنا ان شاء الله قلبا وقالبا مع اسود الرافدين. تمنياتي القلبية للمنتخب العراقي الفوز بنهائيات كأس آسيا، يرفعون راسنا مثل ما رفعوا راسنا بالسنين السابقة. أنتم فعلا فخرنا ونصرنا وفرحتنا حقيقة الأمر. أشد على إيديكم وأتمنى لكم موفقية. راح أتابعكم أول بأول وأنتظر النجاحات والفوز بكأس آسيا.